صباح الخير واهلا وسهلا فيكم من جديد. وحديثنا هلا عن الذاكره، هالكنز الثمين اللي بالفعل لازم انه نحافظ عليه، وكل الدراسات عم بتشير الى انه في بالفعل بعض التمارين الذهنيه والفكريه بالاضافه للانشطه البدنيه اللي من شانها انها تحافظ على قوه الذاكره وتحفزها دائما. على العموم كل التفاصيل رح نتعرف عليها من خلال دكتور سهيل جوعاني، وهو استشاري في التدريب وايضا استشاري في تقييم الذكاء العاطفي. صباح الخير واهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير. ويعني اسمح لي قبل ما نبلش نحكي بموضوعنا الرئيس لليوم اللي هو الذاكره، انه نعلق شوي ونعقب على الاحداث الدامي والمؤسف اللي شهدتها جامعة الحسين بن طلال مبارح. يعني بالتأكيد في كتير من الخبراء والدكاترة والأساتذة والمسؤولين حكوا بهذا الموضوع، وأنا برأيي يعني أنه إحنا هيك شبعنا تنظير في هذا الموضوع، كل حدا عارف وين المشكلة، بس للأسف ما في حلول جذرية وما في يمكن إرادة قد يكون لإيجاد حلول جذرية. ما بعرف شو بتحب تحكي اليوم. يعني يمكن بخاطب وبوجه رسالة للفرد، لازم نرجع للبنية الأساسية، المكون الأساسي للمجتمع قبل الأسرة هو الفرد. إذا الفرد ما تحمل مسؤولية حياته، مسؤولية خياراته، مسؤولية قراراته، أكيد رح نمشي للأسف لجرف قد يهوي بنا إلى بعيد. فالإنسان مفروض يتحمل مسؤوليته. يعني مين وين الرادع؟ إذا ما عندي رادع نفسي وشخصي داخلي، ما رح أتحمل أي رادع يجيني من الخارج. لما بيجي الرادع الخارجي وأنا ما عندي رادع داخلي، رح أقاوم، رح أتصرف بطريقة عشوائية اعتباطية، وقد تصل إلى مرحلة العنف، الإشي اللي إحنا شايفينه. يعني منظومة النظام النفسي تبدأ من البيت والأسرة. مزبوط. طريقة التربية، طريقة التنشئة، المدارس وين دورها طبعاً. قديش المدرسة والمعلم والإدارة المدرسة لازم يكون لها دور في صقل التنظيم الذاتي الموجود عند الإنسان، حتى يقدر يتحكم بنفسه وبالتالي يأخذ خيارات وقرارات صحيحة. يعني هي ذكاء عاطفي كمان بصراحة. بالتأكيد يعني مثل هيك موضوع ياريت الله يقدرنا أنه ننساه. إحنا حديثنا اليوم عن الذاكرة والنسيان، وفي شغلات لا تنسى يعني، بس هذا خرج ينتسى، لكن للأسف في أشياء خلص هيك صعب الواحد ينساها. على العموم موضوع الذاكرة موضوع كتير مهم، كتير بيقرق الكتار، وخاصة هلأ يعني مع كل التطورات اللي صارت بالعلم، ويعني ما في عيلة يمكن ما فيها شخص بيعاني من الزهايمر، لكن احنا اليوم حديثنا مش من جانب طبي، مش رح نحكي عن الأسباب اللي بتأدي لضمور دماغ أو أسباب نقص الفيتامينات اللي بتأدي بالفعل كمان للنسيان. اليوم بدنا نحكي عن الذاكرة وطريقة تنميتها وطريقة تدريبها، لأنها بالفعل مثل ما حكيت كنز ولازم احنا نحافظ عليه. لكن بداية برأيك دكتور، هل العصر اللي احنا عايشين فيه، العصر التكنولوجي، هل بالفعل عم بيخلينا ننسى أكثر؟ يعني كلنا هلا كبار وصغار، واحد بقول لك نسيت، أنا نسيت، يعني هاي جملة بتتردد دائما على ألسنتنا. للأسف الجواب نعم. يعني إذا بتطلع قبل 20 سنة كان معظم الناس يتذكروا على الأقل 20 رقم تليفون. صح. اليوم ما حدا بتذكر ولا رقم تليفون، كله موجود، حتى رقمنا ما بنتذكره للأسف مرات، وكله موجود على الموبايل ومخزن عنا. فالميديا، الانترنت، اليوم كل شيء جاهز. بذكر لما طلعت ثورة الآلات الحاسبة، صح، بدأ الإنسان يبطل يعمل المعادلات الحسابية في دماغه وصار يعتمد على الآلة الحاسبة، فهذا كله بضعف من الدماغ. أنا بدي طبعاً. سؤال اليوم بفتح الانترنت بلاقيه بثواني، مش بحاجة أشغل مخي، ولا مش بحاجة أبحث أسأل ولا أبحث ولا حتى أتذكر أي شيء، لأنه كله موجود أمامي. فهاي البيئة التكنولوجية خلقت نوع من الضمور المعنوي لهالذاكرة. صح. صرت أعتمد على شيء موجود قدامي. بالإضافة لطريقة عيشنا، إحنا اليوم مشتتين طبعاً، قليلي انتباه. ولازم أنوه هون، في فرق بين الذاكرة الضعيفة وقلة الانتباه. قلة التركيز، معظم مشاكلنا قلة الانتباه وقلة التركيز أكثر من ضعف فعلي للذاكرة. إحنا منضعف ذاكرتنا لأنه للأسف مشتتين وما مننتبه. فأسلوب حياتنا المليء بالتوتر كمان، هذا يزيد ويضعف من استقبالنا وتخزيننا للمعلومات بصورة صحيحة، وبالتالي القدرة على استخراجها. يعني الذاكرة في لها بالدماغ أمينة مكتبة اللي هي الحصين أو الهيبوكامبس، هي اللي بتخزن الذاكرة اللي هي قصيرة المدى أو طويلة المدى، الأشياء اللي نحتاجها. رح نحكي بأنواع الذاكرة إنجاز التعبير، لكن قبل هيك يعني وحضرتك يمكن
يعني أكتر حدا هيك خبير بالذكاء العاطفي، قد ايه موضوع الذكاء العاطفي ممكن بالفعل انه يساعد في تحفيز الذاكرة وتنميتها وتنشيطها، وخاصة فيما يتعلق بإدارة التوتر او إدارة الانفعالات اللي هي مهارات بالأخير بنقدر نكتسبها 100%. وبتعرفي واحدة من الأشياء اللي بتساعد على تنشيط الذاكرة مثلا اللي هو الاختلاط الاجتماعي. الإنسان الذي يختلط اجتماعيا بطريقة صحيحة طبعاً، مش عم نحكي عن الاختلاط الاجتماعي طبعاً. إنه بطلع مع نفس الأصحاب كل يوم على الأرجيلة لمدة 7 ساعات بالليل، مش هذا الاختلاط الاجتماعي، لكن الاختلاط الاجتماعي الصحيح، بناء العلاقات، تخفيف التوتر عن طريق عمل بعض الأمور الممتعة في حياتي، كل هاي بتنشط الذاكرة. يعني الذاكرة لأنها عبارة عن مجموعة من القنوات العصبية الموجودة في دماغنا، إذا بتعود أعمل نفس الشيء وأطلع على نفس الشيء باستمرار رح أنسى، رح أبطل أشوفه، رح أبطل ألاحظه. لكن هل الوجوه الجديدة، المشاعر الجديدة التي أختبرها على المستوى الاجتماعي بتنشط وبتحفز، بتخفف من التوتر، بتخفف من الاكتئاب، لأنه الاكتئاب من العناصر الأساسية اللي بتخلي الذاكرة للأسف تهبط في حياتنا. وفي دراسات عم بتقول حتى نمط الغذائي تبعنا 100% ممكن يأثر 100%. على التركيز، إذا بدنا خلاص نقول إنه عدم تركيز، أو حتى على العقل الصيام. السليم بالجسم السليم، مزبوط. فالغذاء السليم، يعني مرات الواحد بيأكل أكلة منسف تقيلة، صح، بحس بتلاقي بطل يفكر حتى بنسى كل شيء بحياته. فمرات الأوميجا 3، الشاي الأخضر، الفواكه، كل هاي بتخلي الجسم ينشط ذاكرته، طبعا بالإضافة للرياضة والهواء، الهواء الفريش، استنشاق الهواء النقي، كل هاي أشياء بتساعد إنه يزيد من التركيز. مرة تانية إحنا مش عمالنا نبني ذاكرة، لكن إحنا عم ننشط انتباهنا طبعاً، ونعيد تركيزنا إلى مجاله. وأعتقد كمان دكتور إنه الموضوع فيه إرادة وقرار، يعني أنا بقرر إنه أنا عن جد أصير إنسانة بتنتبه أكثر للتفاصيل مثلاً بحكم شغلي، يعني لازم يكون في كمان إرادة داخلية إنه إرادة إحنا بدنا ننشط الدماغ، بدنا نبطل كتير معتمدين على الموبايلات، على الكمبيوتر، على الكالكوليترز، ففي إرادة بالموضوع. تنظيم ذاتي لازم يكون موجود عند الإنسان. يعني إذا أنا عندي مثلا مشكلة نسيان لبعض الأشياء الموجودة عندي، ليش ما أتعود أحط مفتاحي مثلا وموبايلي، محفظتي، بمكان معين كل يوم اللي أرجع لهم؟ لما أرجع على البيت ما أرمي أغراضي هنا وهناك، لكن أحطهم في مكان معين أنا برجع لهم. في ناس عندهم هاي العادة قبل ما يطلعوا لازم يفقدوا كل شيء، هاي عادة جيدة طبعا. في ناس بيقول لك هدول مهووسين، خليني أكون موسوس لهذا الشيء، بس على القليلة مفتاحي معي دايما، نظارتي بلاقيها، محفظتي بلاقيها، موبايلي مش ضروري أرن عليه وأفتش بكل الدنيا حتى ألاقيهم. كتير مرات للأسف بتكون النظارة على راسنا وبيكون الموبايل بإيدنا أو بجيبتنا، حتى المفاتيح. فعشان هيك هالعادات الجيدة اللي مننميها في التنظيم الذاتي بتساعدنا إنه ما ننسى على القليل الأشياء المهمة والأساسية. الله يعين والله الجيل اللي أصغر، يعني إحنا لسه لإمتى بلشنا نستخدم الكالكوليتر؟ يمكن بالجامعة. هذا الجيل الجديد يعني من المراحل الأساسية عم يستخدم الآلات الحاسبة. على العموم خلينا ندخل يعني أكثر، نغوص في تفاصيل الذاكرة. وحكيت حضرتك إنه في ذاكرة مباشرة أو قصيرة مدى، وذاكرة الطويلة المدى أو بعيدة المدى. شو منخزن فيهم؟ لا، الذاكرة قصيرة المدى عادة هي زي نتخيل المكتبة مرة تانية بس بدون كتب، مجموعة من الذكريات هاي الموجودة في دماغنا. فالذاكرة قصيرة المدى هي الأمور اللي بعملها يوميا، يعني أتذكر شيء أحتاج تاني يوم أن أستعيد الذاكرة لأستخدمه. والدراسة مثلا، الدراسة الفورية تنطبق على هذا الموضوع. للأسف إحنا مرات الدراسة منركز على الذاكرة قصيرة المدى ومننسى ندرس ونحضر حالنا للدراسة طويلة المدى اللي بدي أستعملها في حياتي، مش للامتحان بس اللي بدي أقدمه. كل المواعيد الموجودة في حياتنا، نظام أعمالنا، الأعمال اليومية في المنزل اللي بعملها، هاي كلها تدخل ضمن الأسماء الناس والأصدقاء الموجودين حوالينا، تدخل ضمن الذاكرة قصيرة المدى. الذاكرة طويلة المدى هي كل أحداث حياتنا المسجلة في حياتنا وخزنت على شكل مشاعر وبعض الصور. لحظي، مشاعر وبعض الصور وليس الصور كاملة. في ناس بفكروا الذاكرة هي استعادة شريط الحياة بنسمعها ونشوفها في الكتب، هذا مصطلح مغلوط للأسف. نحن لا نستعيد شريط حياتنا طبعاً. لأنه الدماغ ليس كاميرا يسجل كل شيء، هو يسجل مقتطفات من المشاعر والأشخاص والأسماء والصور الموجودة، وقد يكون إحنا طريقة استخراجنا
تعتمد على عدة صح. أمور وعدة عوامل. تهيألي اللي بنذكره أكثر بيكون له وقع أكبر في حياتنا، وقع. أو قد يكون ألم كبير، طبعاً. فرح طبعاً. كبير طبعاً. شخص مهم، مرات رائحة صح. أيضا تثير الذاكرة وبتخلينا نرجع بالذاكرة لبعض الأمور ولا نتذكر كافة صح. التفاصيل طبعا. وهون يعني يمكن أيضا بدنا نتشعب بموضوع آخر، بس قدي مهم أنه إحنا ما نقسى كتير أولادنا ونعنفهم بطريقة مرات تمتهن كرامتهم، لأنه بالفعل فعل هاي الصور رح ترجع لهم وذاكرتهم رح يعني يعني رح تختزن عندهم في الذاكرة وتطلع تطلع بطريقة غلط بطريقة للأسف. سلبية بطريقة سلبية. دكتور، ما أنه حكينا عن الصور، كمان في أشخاص بحكوا أنه في ذاكرة بصرية، في ذاكرة حسية، في ذاكرة سمعية. هل بالفعل بيعتمد يعني بيعتمد الشخص على طريقة تعلمه بالحياة وبالتالي بتأثر على نوع الذاكرة اللي بيختزنها أكثر؟ بيعتمد على طريقة تعلمه مظبوط، لكن بيعتمد على نوع شخصيته. في شخصيات بطبيعتها بصرية، نعم. أوكي، بتحب تشوف كل شيء حتى تقدر تفهم وتستوعب، وهذا أيضا ينعكس على أسلوب التعلم بالحياة. كل ناس بتعلموا بأسلوب، في ناس طريقتهم سمعية بسمع على طول بستوعب بفهم، في ناس حسية لازم يحس يشتغل ويجرب يمسك بإيده حتى يقدر يستوعب ويتذكر ويفهم. فهي كلها لازم ناخدها بعين الاعتبار، هي تدخل في التواصل، تدخل في أنماط الشخصيات، تدخل في أسلوب التعلم وطرق تعاملنا مع أنفسنا. مشكلتنا ما بنعرف ما بندرك انه احنا طبيعتنا بهذا الاتجاه، وحتى اولادنا. فعشان هيك مرات ممكن نشد على ابننا، واسلوب تعليمنا كمان للاسف بخلي الذاكره تلقيني، بخلي الذاكره تضعف، ما بتتنشط طبعاً. لانه في جزء مهم وبحب اوجهه للطلاب، انه كل ما فهمت اكثر حتى التاريخ والجغرافيا صح كل ما فهمناهم اكثر كل ما حفظناهم أكثر. بالتأكيد رح نحكي بشوية هيك تكنيكس أو يعني نصائح كتير رح تفيد الطلاب. لكن قبل هيك حكينا كتير عن الذاكرة، وإحنا بنعرف صرنا كلنا إنه الدماغ فيه جزئين، اللي هو الجزء الأيسر والجزء الأيمن، وكل واحد مسؤول عن نشاطات معينة. لكن الذاكرة وين موجودة تحديدا بالدماغ؟ هل عم نحكي عن قشرة الرأس؟ الذاكرة موجودة تحت، موجودة في الغدة اللي هي الهيبوكامبس أو الحصين، هي موجودة في أسفل موجودة الدماغ. في أسفل الدماغ. نعم. أسفل الدماغ. هلأ الجانب الأيمن والجانب الأيسر ما له علاقة بالذاكرة مباشرة، لأنه في طرق تنشيط لإلهم، في طرق تنشيط معين. يعني الجانب الأيسر مسؤول عن المعلومات والمنطق، الجانب الأيمن مسؤول عن الخيال والفن، فكله يحتاج إلى ذاكرة طبعاً. يعني التنين تحتاج إلى ذاكرة، ذاكرة منطقية وذاكرة صورية شاعرية ملونة حسية إلى آخره، فنحتاج الاثنين. نعم. يمكن حكينا بهيك شوية تفاصيل نظرية، وهلأ الاشي اللي كتير رح يهم المشاهدين اللي هو كيف بالفعل ننشط ذاكرتنا حتى تكون مدة الصلاحية تبعت الذاكرة أطول كبيرة. وكبيرة. الحلو في الدماغ انه فيه خاصية اللي هي خاصية المرونة العصبية، النيوروبلاستيسي. هاي النيوروبلاستيسيتي هي اللي بتخلي الدماغ يتأقلم حتى على الوضع الجديد، حتى مع كبر السن نستطيع أن ندرب أدمغتنا ونخلي ذاكرتنا بنشاطها. هاي نعمة من ربنا يجب أن نستغلها. فتدريب الدماغ عامل مهم جدا. كيف كلمات ندربه؟ متقاطعة بكل بساطة، البازل أوكي. المسائل الصعبة التي تحتاج إلى تشغيل كبير من الدماغ، هاي على طول بتعمل عملية سودوكو. تدريب بحس سودوكو كتير. exactly. زي ما العضلة بالجسم تتدرب من خلال رفع الأثقال والتمارين الرياضية، وإذا وقفنا بتنفس نفس الشيء الذاكرة بتضعف. نفس الشيء بالنسبة للذاكرة، إحنا ما بنحب ننشط ذاكرتنا. ما حدا اليوم بحل كلمات متقاطعة، ما حدا بيشتغل بالبازل، ما حدا أحاجي حتى أحاجي بنفتح كتاب الأحاجي ونطلع على الجواب مباشرة، ما حدا بيغلب حاله نص ساعة يقعد قدام المسألة. وأكثر من هيك دكتور، هلا بيقدموا رسائل دكتوراه وماجستير ومشاريع تخرج وكله كوبي بيست بتلاقيه، أو بلاقيه دغري على الإنترنت. يعني ما حدا بقعد يألف يخترع يعني يفكر في الموضوع يعطيها تفكير، يبحث يقرأ كتير. ما منعمم طبعا، في عنا مبدعين ما شاء الله طبعاً، لكن الغالبية لكن صرنا نعتمد بالفعل على الجاهز، يعني على الإشي السريع خلص، إنه الواحد اللي عليك عليك يعني. اللي عليك عليك. الإشي المهم الثاني في عملية تنشيط الذاكرة اللي هو التكرار. التكرار المتباعد معروف عند الإنسان سلوكيا، أي تكرار متباعد يعني بتكرر نفس الشيء على فترات متباعدة يتخزن، يعني الأفكار بنتذكرها، معظم الأفكار بنتذكرها، يعني حوالي 62-63% من الأفكار بعد تكرارها للمرة السادسة
التكرار بيعلم الشطار. بيعلم الشطار. فإحنا بحاجة إنه نكرر الأمور في حياتنا، سواء على صعيد الدراسة، سواء على صعيد الممارسات، سواء على صعيد تذكر الأسماء. هذا كله يحتاج إلى تكرار معين في حياتنا. بما إنك حكيت عن الأسماء دكتور، وبالفعل في أشخاص بيقابلوا كتير من الناس بحكم مهنهم ووظائفهم، وبيوصل لمرحلة مش قادرين يتذكروا الأسماء، وشغلة بتحرجهم وبتحرج الآخر أيضا. في طريقة معينة الواحد هيك يخزن فيها الأسماء؟ كنا دائما نحكي في 5 ثواني لتذكر الاسم. بس أقول لك ليش إحنا ما بنتذكر الأسماء. أول شيء هي من الذاكرة المتطايرة عنا. يعني لأنه الأسماء أمر عشوائي غير مربوط بشيء، فعشان هيك أسهل شيء ننساه هو الأسماء. طيب يعني هاي نريح المشاهدين. لكن الحل إنه أول إشي لازم ما نهتم كتير بحالنا لما نشوف الشخص ونتعرف عليه، نهتم بالشخص. فأنا بدي أسعى إني أعرف اسمه، بدي أذكر اسمه، لازم أذكره يعني صوتيا وعدة مرات أستخدمه، بدي أربط اسمه بشخص بعرفه أو بصورة معينة أو بشيء معين ممكن مر في حياتي بهذا الاسم. يعني إذا شخص اسمه أحمد مثلا، أتذكر مين الناس الأحمد اللي بعرفهم اللي مأثرين علي أو أصدقاء أو قريبين. هذا الربط بيساعدني أني أتذكر الشخص تمرين نفسه. هو منمرن بالضبط. أكرر الاسم وأعيد الاسم قدامه. بعدين بكل لباقة أعتذر أني مش متذكر الاسم. يعني الناس بتسامحوا، اما اذا بيكتشفوا انه احنا عم نضحك عليهم واحنا مش عارفين الاسم وعم بنمثل انه احنا عارفين طبعاً. الاسم لا، هون الموقف محرج اكثر. فانا اعتذر بلباقه، وعاده اذا بنعتذر وبنرجع نذكر الاسم مره ثانيه ما راح ننساه. اكيد صح. يعني ممكن صح. نوقع مره او مرتين مع بعض الاشخاص، لكن اذا انا بهتم وزي ما قلت بكرر وبربط اجمالا الانسان بيتذكر. بالضبط. الارقام دكتور كمان يعني الأرقام بصراحة مش سهلة. الأرقام مش سهلة. اليوم زي ما قلنا مع التكنولوجيا الموجودة حوالينا بطلنا نقدر نتعود إنه نحفظ الأرقام. هلأ اليوم بشجع أنا الأولاد يفوتوا ببرنامج اليوسي ماس، لأنه عم بيعلم طريقة حسبة الأرقام بطريقة ذهنية وفكرية أكثر ما يعتمدوا على الآلة الحاسبة. فهي بتنشط وبتساعد كمان. يمكن الكبار شوي صح. مر عليهم الوقت. بس الشغلة بدها إرادة. يعني اللي عن جد حابب ينشط دماغه يقول كل يوم بدي أحفظ 5 أرقام يعني من هالداتابيس اللي موجود عنده ويكررها. بدها وقت وبدها جهد. نفس الشيء الطالب، لما أنا بقول للطالب إذا أنت بتدرس قبل الامتحان وقبل الامتحان بيوم ويومين وأسبوع، ومشكلتنا عندنا النظام حتى الجامعي فيرست وسكند، ويعني منيح للتخفيف الضغط، بس هذا بخليني ما أدرس. شان الله دكتور خلينا نضغط هالطلاب بركي بطلوا عنه. مشكلة بخليني أتكل. لكن إذا أنا بيكون عندي امتحان واحد بالسنة، أنا طول السنة عم بدرس ما بسترجي صح. لأنه ما بقدر أحمل سنة. فهو بيحمل مادة وبيكمل الفصل، بيرجع بياخدها بمادة بفصل تاني، فهو مرتاح صح. في الواقع ما في جهد يبذله حتى يتذكر، وبيزيد توتره لأنه كل المعلومات بيحاول يجمعها إمتى؟ ليلة الامتحان. نعم. فهي بتعمل فجوات في الذاكرة وبتختلط عليه الأمور، وبتلاقي بعض الناس بيجاوبوا أسئلة بإجابات لأسئلة أخرى. نعم. بسبب هالاختلاط والتوتر صح. وكثرة المعلومات. تصوري أنت تجيبي كرتون كبير من الكتب، كأنك بومباردينج، عم تقصف الدماغ. المكتبة دبري حالك. بالضبط. تقصف الدماغ بفترة صغيرة بكمية معلومات كتير كبيرة ما بستفيد منها. بالضبط. إذا استرجعها وقت الامتحان منيح. ومرة تانية هي مشكلتنا باستخراج المعلومة وليس تخزينها. طبعاً. هلأ إذا بتم تخزينها بالطريقة الصحيحة من خلال التكرار المتباعد، الهدوء، استرجعها الطالب بسهولة، استخرجها بطريقة سهلة جداً جداً. فيا طالب حاول تقسم وقتك، تنظم أولويات حياتك، تشوف شو في شيء مهم بحياتك. طبعاً. من أولها تعرف إنه أنت مش عم تدرس للامتحان وللمادة، حتى لو أسلوب النظام التعليمي تبعك بيحكي هيك، أدرس لنفسك. مرة تانية تحمل مسؤولية حياتك، التهي بدراستك، لأنه هاي الأولوية في هاي المرحلة من حياتك. جايك الوقت للطلعات والأعمال والأشغال والاختلاط الاجتماعي رح تيجي. التركيز لازم يكون على دراستي. لما أنا بركز وبركز انتباهي على هذا الموضوع أكيد ما رح يكون عندي مشاكل في الذاكرة. نعم. عم تقولي المخرجة إنه لازم ننهي، بس لازم يعني نتطرق لهذا الموضوع. في مثل تربينا عليه وإحنا صغار يعني بالإنجليزي، اللي هو بقول لك when I am right nobody remembers, when I'm wrong nobody forgets. اللي لما أكون على صواب ما حدا بتذكر لي. الإشي اللي منيح اللي عملته لما بغلط الناس بتضلها تتذكر. يعني أنا حكيت هذا المثل علشان أحكي بالفعل قدي مرات النسيان نعمة. ممكن هيك إحنا ربنا سمعنا يعني الإنسان صح. هو من النسيان. لكن شو بتحكي اليوم لكل الأشخاص اللي تحديدا ما بنسوا
الإساءة يعني هلأ الألم كل واحد وقدرته على تقبل الألم ونسيانه اللي بتعرض له، لكن الإساءة تحديدا ليه في أشخاص هالقد بتتذكرها وما بتقدر تسامح ولا بتقدر تنسى؟ في عوامل نفسية كثيرة، لكن من ضمنها عملية جلد الذات. يعني في ناس بيحبوا يضل هالمشاعر أو هالذكريات المؤلمة حتى يضلوا حاطط هالحد لنفسه. في ناس قرر إنه ما يفرح في حياته، قرر إنه ما يكون سعيد، فهو يشتر الذكريات المؤلمة باستمرار حتى يشعر إنه أنا موجود في هذا النطاق. زوجي مات من 20 سنة وأنا أرملة، ما زلت إلى الآن أحزن نفس الحزن الذي حزنته قبل 20 سنة. هذا قرار وهذا خيار، لأنه تعودت هيك. يمكن قد تأخذ الاهتمام من الآخرين بسبب الحزن وإلى آخره. دائما الفرح بخليني شخص معطاء، الفرح بخليني شخص متغلب على ظروفي، بخليني شخص متقدم في حياتي. في ناس ما بدهم يكونوا هذا الشيء، ما بدهم يعطوا، ما بدهم يقدموا، بدهم ياخدوا. فإجمالا الحزن والاشترار بالذاكرة المؤلمة بتخلي الناس يحزنوا علي، يهتموا فيي، فبالتالي أنا مرتاح في هاي الدائرة ومبسوط. أنا ضعيف أحتاج إلى المساعدة باستمرار. أي شخص بده يقرر يكون قوي بحياته وبده يقود حياته نحو النجاح ونحو الازدهار هو شخص يقاوم هاي الأفكار. صح. وينسى. صح. ينسى الألم، ينسى المشقة اللي ما بنسى والتعب والألم والإساءة. والإساءة بدنا لازم، وإذا ما بنقدر خلينا نشوف أشخاص مهنيين مختصين يعالجونا في هذا الموضوع. مش عيب. مش عيب أبدا، ولكن لا نبقى تحت طائلة الذكريات المؤلمة الموجودة في حياتنا. الحديث معك لا ينسى. بالفعل يعني رح يترسخ بالتأكيد بالذاكرة. نقول لك كل عام وانت بألف خير، الإيستر إن شاء الله قريبا، وعلى البالم ساندي وعلى العائلة طبعا. وشكرا جزيلا لحضرتك دكتور سهيل جوعاني، وحضرتك استشاري معتمد في تقييم الذكاء العاطفي واستشاري في التدريب. وانتم مشاهدينا خليكم معنا بعد الفاصل استكمال فقرات يوم جديد.